وانا هاكل رجل ورد اليمن احلى رجل في بيوتنا كلها. شو تصلي على النبي يا حبيبتي في قلبك؟ ووحد الله الف صلاه قليله وتتعجز عليا في الكلام ليه؟ هو انا احسدها؟ لا بعد الشر، انت هتحسدي؟ ده انت ابرد عين. والنبي ما عرفاش ايه الحكايه دي، ده حتى جوزي اللي اسمه جوزي اول ما اقول له وشك رايق النهارده يغطي وشه. طب والنبي انا هحسد رجلي؟ قوم يا بنت قومي شوفي حالك. لا خليني، مفيش ورايا حاجة. يا بنتي هتقول لك جوزها بيخاف منها، روحنا فين من عليها؟ قادر ربنا يقلع العين العفشة. هتدعي عليا في وشي يا مدرويش؟ لا يا حبيبتي وانت مالك، انا هقول على عين العفشة تتعمي وتتقلع. طب ما دايما شفتي ما حسدتكيش ليه؟ عيانة وتعبانة ومفيش عضماية راكبة على اخدها. وصح عيالكم ابوهم هيعمل لهم زفة من هنا لسيدي عبد الرحيم ويتطهروا هناك. ايوه يا خاله رحمة. لا يا حبيبتي، ده عشان الولد عيانين وعيترشفوا افتكرنا النبي خفنا عليهم، قلنا لهم فسحة هنضحكوا عليهم بيها ويتطهروا هناك. يوم الخميس الله اكبر قاموا في الليل 5 مرات يصرخوا. ربنا يفرحكم اكتر واكتر. والنبي يا ورد اليمن ما شفت بجمالك حد، تلاقي همام ما عايسيبش الرجلين دي ابدا. ما تتحشم يا مرة يا بردة ولم دورك، وانت غطي رجلك. وانت يا رحمة يا تتحدتي حديد له عازة يا تسكتي.